السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني. إذا عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أصدقاء نور البيان، أهلا بكم في فيديو جديد وسر من أسرار مملكة نور البيان. وهنتكلم النهاردة عن فايدة جديدة ناس كتير جدا إن شاء الله تجربها وتحبها للنتيجة القوية جدا اللي إن شاء الله نرجو إن ربنا يكرم بإذن الله بيها. في ناس كتير جدا من المسلمين والمسلمات ملهمش شغلانة وعطلين عن العمل وبدورهم على اللقمة الحلال والرزق الحلال، وربنا وحده سبحانه وتعالى أعلم إن هم نفسهم في ده ومش عاوزين أي حاجة فيها شبهة حرام خالص. وإحنا كمسلمين يعني بنبقى نفسنا نساعد، لكن بيبقى مش في إيدينا حاجة إن إحنا نقدمها للناس. فالفائدة دي إن شاء الله ربنا يكرم وناس كتير تستفاد منها، بحيث إن يا رب لا يبقى في مسلم جائع أو عطلان أو أي بني آدم والناس كلها تعيش بسعادة. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نتصدق بأي صدقة لله بنية فتح الرزق. أهم حاجة النية تكون موجودة لفتح الرزق. طب لو أنت مش معاك فلوس تطلعها لله أو كلام من ده، على الأقل شوية مية تحطهم عندك في البلكونة أو عندك على السطح، حتى لو معهم لقمة عيش، بنية إن دي للعصافير أو للطيور اللي ماشية في السماء تنزل تاكل وتشرب منها، وتكون صدقة بنية فتح الرزق. اليوم كمان اللي انت ربنا يكرمك فيه بعد كده لقيت فيه فلوس جايالك من عند الله سبحانه وتعالى، او لقيت فيه عمل، لازم تتصدق لله سبحانه وتعالى بنية الشكر، لان احنا تعلمنا انه ايه، لان شكرتم لازيدنكم. وكمان انت هتتصدق بجنيه، هتتصدق مثلا بريال، خليها زيادة، لان شكرتم لازيدنكم. بعد كده نتوقع الله سبحانه وتعالى نصلي ركعتين، يا إما بعد المغرب يا إما بعد العشاء. في الركعة الأولى بعد الفتحة نقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نقرأ الآية دي 10 مرات. وفي الركعة الثانية نقرأ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نقرأها 101 مرة. بالآيات اللي هنقرأها لما نصلي ركعتين، نقرأ بعد سورة الفاتحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 10 مرات. وفي الركعة الثانية نقرأ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 101 مرة. وبعد ما نسلم من الصلاة نقوم قايلين سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله. نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله 100 مرة. وبعد كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة 10 مرات. ويستحب ويفضل أن هي تكون الصلاة الإبراهيمية. ثم بعد ذلك نسجد، نسجد لله. وفي السجود نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، مش من باب قراءة القرآن وانت ساجد، لأن قراءة القرآن في السجود وفي الركوع ممنوع، لكن إياك نعبد وإياك نستعين هي أصلا مناجاة لله، تكون نيتك بيه كده، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن يا رب بنعبدك أنت لوحدك وبنستعين بك أنت لوحدك. نقولها 70 مرة وإحنا ساكدين، نسجد لله ونقول إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد كده ندعي باللي احنا نفسنا فيه، للرزق أو العمل، أو إن أنت تلاقي عمل يكون مرتبه كبير، وإن ربنا يكرمك في الأخذ بالأسباب عشان تنال اللي أنت نفسك فيه، لأن ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. ونرجع ونأكد في كل فايدة روحانية بنقولها لازم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ونكون عارفين إن كل الفوائد والمجربات دي مجرد أسباب، وإحنا نتعلق برب الأسباب لا بالأسباب، لأن الأسباب مجرد مجربات وبنأخذ بيها ليرزقنا رب الأسباب بالأسباب لكي نوصل للمراد.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.